السلام عليكم. بالنسبة للخدمات تبعية المشروع، مثل ما قلنا في عنا سيكوريتي 24 ساعة، في عنا حمام مفتوح، مسبح مفتوح عفوا، مسبح مغلق، في عنا صالونة رياضة. طبعا مشروع إطلالة حلوة، الجلسات مطلع على الغابة، تصميم المشروع أيضا جميل مثل ما شايفين. السلام عليكم. غرفة وصالون في مشروع كوروبارك في زراي في الاي بلوك. طبعا الشقة جاهزة للتسليم. الشقة مكونة من غرفة وصالون، هذا المدخل، في عنا هون سيستم الزكاة، هون في عنا أماكن للتخزين. في عنا تواليت بحجم حلو مع الدش بوكس تبعه. هاي الصالون طبعا بيكون مطبخ امريكي. بالنسبة للمطبخ او الاجهزة الموجودة في المطبخ كلها موجودة، البراد، وفي عنا الجلاي، في عنا الغاز، وفي عنا الفرن ونظام تهوية، بالإضافة لجهاز تسخين الماء اللي يكون به، هو موجود في الزاوية. هاي غرفة الماء، في عنا بلكونة تطلع من الصالون ومن غرفة الماء. طبعا حجمها كبير، مساحتها حلوة، اطلالتها حلوة. طبعا المشروع مكون من 5 بلوكات. المشروع فيه كل الخدمات، في عنا مسبح مفتوح، مسبح مغلق، صالون رياضة، حمام تركي، ألعاب أطفال.